جاي كريسمس انسبيريشن ستيب باي ستيب ميك اب اللي حيكون عندنا تحضير اليوم لحلقه كثير مهمه فيها الهدف انه نتعلم الميك اب يلي بنقدر نفسه على نفسنا بالبيت. هل البداية للمرطب والميك اب بيس نتأكد انه مدينين منيح على كامل الوجه. انا ابدا ما بستعمل كولر كوركشن وانستيد بختار كيك فاونديشن بلون اغمق درجة من لون البشرة ان كيس كنت بحاجة لاشتغل على فول كوفرج ولغطي الامبرفكشن والالوان الغير متجانسة. Tapping, tap tap بواسطة بيوتي بلندر ناشفة لأعطي very soft finishing touch. Next, بدنا نعمل فوكس على شكل الوجه ونحدد تقاسيمه بكانفا. هالكانفا بتظهر علامات الجمال والعيوب بتخفيها. For more precision, نقسم الوجه لثلاث أقسام أساسية: upper, middle, ولور. السويداد بمحيط العينين من صححه، الجبين العريض من ضيقه، الأنف العريض والطويل من رفعه. عظمة الوجه التشيك بونز وعظمة الفك الجو لاين من بريزون. ولما نترك أي هارش لاينز أو خطوط محددة، بلندينج، بافينج، تمويه كل جزء على حدا بدون ما ننزع البيجمنتس من الألوان. Setting everything together من خلال تثبيت الألوان بفلتر إفكت وناتشرال لوس باودر. أما تحت العينين والأماكن يلي هايلايتد ولحتى ضيف مور دايمنشن لشكل الوجه من أول تشيك بونز وبقية الملامح المتبقية من الخطوط الغامقة بالبرونزر المات، منثبتها بالبودرة الكومباكت المعتدلة لنعمل بيرفكت كفر أب. لمكياج العينين in terms of colors اخترت الريد كابر كChristmas inspiration complementing الشمر مع المات شادو colors من البني، الأورنج والأحمر. وقبل ما ابتدي بدمج الألوان بحدد الحاجب، أي العين إلى كادر خاص فيها، منحط خط رفيع من أول الحاجب حتى الأرش وبخطوط خفيفة مثل الشعيرات بحسن شكل الحاجب الطبيعي من أوله. بلندينج بدمج وتمويه الألوان. و
والقعت العينين وسع. بضيف البوب كولر يلي هو اللون الأسود بزاوية العين، بلندنج بدمج وتمويه الألوان من فوق واندر آي أريا لحتى أعطي هالدمج للألوان الجميل جدا. ولقعتي دبس وعمق ضفت كحل أسود. داخل العينين قرب اللاش لاين ولقعتي العينين وسع. بضيف البوب كولر يلي هو اللون الأسود بزاوية العين بلندنج بدمج وتمويه الألوان من فوق واندر آي أريا لحتى أعطي هالدمج للألوان الجميل جداً. ولقعتي دبس وعمق ضفت كحل أسود داخل العينين، آيلاينر جيل خفيف قرب اللاش لاين تحسين شكل الفم بدون تحديده واختيار ألوان المحايدة نيود كولورز من الخارج ومن الداخل for a change. وللمناسبات شوية شمر كفاينل فينيشينج تاتش كان الهايلايتينج على التشيك بونز.
رموش كثيفة لحتى أعمل ستيتمنت مع اللون الكابر بالمكياج. مع إضافة لمعة خفيفة بتضوي المكياج وبضيف فيمينينيتي وأنوثة ناعمة على الابتسامة. وبدي اتشكر هون شارل طنوس الأديتور على هالفيديو اللي حضرناه سوا. وما ننسى انه الكي وسلاح لانجاح وتطبيق المكياج هو للبراشز. خلينا نختار براشز مالتي تاسك ونكون دقيقين باي نوع من الفراشة انا بحاجة لتطبيق المكياج على العينين على الوجه وعلى الخدود. May the blessings of the holy season fill your lives. أنا بشوفكن بحلقات كتيرة لمناسبة هالعيد يلي هو ما بين كريسمس ونيو يير لنوصل لنستقبل النيو يير بأجمل حلة. بشوفكن.